مشاهدينا الكرام مجددا تحية بحضراتكم في الوقفة الحوارية الأولى من حلقة اليوم من القاهرة، وأجدد التحية بضيفي في هذه الوقفة الحوارية دكتور أحمد مجدي حجازي أستاذ علم الاجتماع السياسي بأدب القاهرة. برحب بحضرتك. أهلا بك يا فندم. كنا توقفنا عن عدد بناء مؤسسات الدولة ووحدة المجتمع المصري، وكانت أهم يمكن الملامح التي عمد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترسيخها خلال الفترة الماضية. لكن فكرة اقتحام المشكلات يا دكتور، يمكن في مشكلات مزمنة كانت بتواجه الحكومات المصرية والرؤساء حتى السابقين، وهي مثلا مشكلة ترشيد الدعم، مشكلة عجز الموازنة وتخفيض هذا العجز. كيف ترى اقتحام الرئيس لهذه المشكلات وإدارته ليها، خاصة وأنها كان بيقال أنها هتسحب من رصيد الرئيس لدى المواطن؟ هي الحقيقة يعني الواضح بشكل أساسي أنه يعني عندما تكون هناك ثقة بين المواطن وبين رأس الدولة، ده بيؤدي إلى تذويب هذه المشكلات بشكل أساسي. يعني إحنا لو شفنا أنه في الفترات السابقة عندما كانت يعني أيام الرئيس السادات على سبيل المثال في 77 لما حصلت المشكلة الأساسية واضطر ان هو يرجع في قراره بشكل عام، لأنه كان ضد أهداف الشعب بشكل أساسي ومصالحهم الأساسية. لكن الثقة اللي وضعها المواطن المصري في اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعرفته بأنه وطني حقيقي ويبحث عن استقرار المجتمع المصري مع الصعوبات البالغة اللي مر بها المجتمع المصري من ناحية الميزانية الاقتصادية، من ناحية المشكلات الأساسية اللي بيعاني منها المجتمع بشكل عام، الإرهاب اللي كان في كل مكان في مصر، ليس في سيناء فقط وإنما في كل أنحاء الجمهورية، تحمل الشعب المصري هذه المسألة نتيجة هذه الثقة. وبالتالي احنا شفنا في قناة السويس مثلا ان الشعب هو اللي قام بالمسألة دي ومول هذه حفر قناة السويس الجديدة بشكل عام. اذا المسألة اساسا بترتبط بالشفافية الحقيقية، بترتبط بانه المواطن يثق ثقة اساسية في رئيس الدولة، في المواطنة الاساسية الحقيقية لرئيس الدولة، في المصالح الأساسية للأمة المصرية بشكل عام، وبالتالي تحمل. ولذلك دائما أنا بشوف الرئيس دائما يتكلم على الصبر، لأنه المسألة إن إحنا يعني لو في أي حتة تانية أو في أي ظروف أخرى كان لا يمكن المجتمع المصري يبقى بهذا الشكل. يعني إحنا نحمد ربنا إنه حصل يعني ما يمكن إعادة استقرار المجتمع المصري زي ما احنا شايفين حوالينا الدول الأخرى. احنا شايفين ليبيا شكلها ايه، سوريا شكلها ايه، العراق قبل كده كان شكلها ايه، واللي عايز اقوله انه لا، ومصر نفسها يا دكتور كان شكلها ايه. يعني الناس ما تنساش انها كانت بتقف في الشارع تحمي بيوتها، ويعني كان بيعدي ايام كان الناس بتنزل طبيعي. يعني كانت اجواء غير مسبوقة يمكن بالنسبة للمصري. ده صحيح. فكل مع كل هذه الصعوبات يعني استطعنا بالقيادة الحقيقية وبالجيش والشرطة الحقيقة انه يعيدوا الاستقرار للمواطن المصري، يشعر بالامن. اعتقد انه دي مسألة ما كانتش يعني متوقعة بشكل كبير جدا، خاصة في فكرة تقسيم الشرق الاوسط أو المؤامرة الحقيقية لتقسيم الشرق الأوسط. فهذه المسألة هي التي أدت إلى أن الشعب المصري حتى الآن صابر، بالرغم أن هناك زيادة في الأسعار، بالرغم أن هناك مشكلات كثيرة جدا يجب أنها تحل، زي فكرة التعليم، زي فكرة الصحة، زي فكرة العلاج بشكل أساسي للمواطن العادي. مع ذلك أنا بقول أنه مش بس الإرهاب اللي كان اللي أدى إلى مخاطر للمجتمع المصري بشكل عام، وإنما أيضا المشكلات المزمنة التي ظهرت في المجتمع المصري مع عجز الميزانية
نتيجة المواجهة الإرهاب بشكل عام. فبالتالي أنا أعتقد أنه المجتمع المصري دلوقتي أصبح على بداية الطريق وليس نهاية الطريق وليس في وسط الطريق، وإنما هو بداية الطريق لحل هذه المشكلات بشكل عام. صحيح في مشكلات أخرى زي البطالة، زي وضع الشباب. يمكن حجم الإنجاز أو ما تحقق من المشروعات الكبرى، ويمكن أورد التقرير اللي قعدناه في أول الوقفة الحوارية، كان حجم كبير من الإنجازات تم تحقيقه. لكن الفكرة في تقييم أي إنجاز هو هل هذا الإنجاز كان قابل للتحقيق قصاد التحديات اللي كانت موجودة؟ هل الأمر ده كان سهل وعادي وإن ده الأمر الطبيعي، ولا ده كان فيه فعلا تحدي كبير وإنجاز غير مسبوق أو متخطي للجداول الزمنية وللتوقع؟ طبيعة الأمر كانت فيه تحدي كبير جدا، والتحدي حتى الآن، لأنه مصر لم تسلم حتى الآن ما يقول عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قوى الشر بشكل أساسي، مش بس في الخارج وإنما في الداخل أيضا. وبالتالي هذا التحدي الكبير جدا، حضرتك عايشة في ظروف حرب حقيقية في كل جوانب المجتمع، في كل مجالات المجتمع. اقتصاديا ما حدث في الطائرة بتاعت روسيا، ما حدث في مع إيطاليا في المسألة بتاعت ريجيني، ما حدث من الطائرة الأخيرة في بتاعت فرنسا. وأعتقد أن كل ما نتقدم خطوة من الخطوات يأتي قوى الشر بشكل عام في محاولة إحباط المجتمع المصري، إحباط المواطن المصري بشكل عام أساسي. لكن مع ذلك هناك ثقة حقيقية في أنه اللي اتعمل في هذه الفترة البسيطة، بسيطة جدا، أنه من هذه المشروعات الكبرى يكفي أنه مسألة الكهرباء إلى حد كبير جدا اتحلت بشكل أساسي، ومع ذلك هناك خطوات أخرى جديدة بشكل عام. نجد أنه طوابير خبز العيش اتغيرت بشكل كبير جدا. نجد انه مسألة انه ادماج الشباب في مشروعات حقيقية تستطيع انها تجعل هؤلاء الشباب يشعرون بانهم مشاركين في المجتمع بدل التهميش اللي كانوا موجودين فيه. ودي قضية على فكرة يعني قنبلة موقوتة بشكل اساسي، لان عندنا اكثر من 60% شباب، وفي مشاكل كتيرة جدا خاصة ما تعلق ب أزمة البطالة بشكل عام، خاصة للمتعلمين وليس لغير المتعلمين. وبالتالي عندنا مشاكل كتير جدا وعندنا تحديات كتيرة جدا، لكن اقتحمت هذه التحديات بجانبين، مش بس مع الإرهاب، وإنما إعادة بناء المجتمع المصري بشكل عام في إطار تنمية حقيقية مجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع المصري بشكل أساسي. طيب وزن مصر على الصعيد الدولي سواء إقليميا أو على المستوى الدولي، التوازن في العلاقات الخارجية المصرية مع دول العالم وفتح أفاق جديدة لعلاقات مع دول قوية ومهمة على المستوى الدولي، بترى حضرتك إزاي؟ أنا برى الحقيقة أنه يعني بيرجع هذا المجهود أساسا اللي عمل إعادة توازن هذه العلاقات الخارجية من خلال رئيس الدولة الحقيقة. يعني سوف يكتب له أنه استطاع أنه يتفق مع جميع أنحاء العالم في كل الدول، ولا يتخذ أي موقف معادي لأي دولة من الدول. إحنا إفريقيا إعادنا صياغة العلاقات مع إفريقيا بشكل، أنا اشتغلت مستشار ثقافي في فترة من الفترات، كنت بشوف إن إحنا بنهمش بعض الدول، وبالتالي هذه المسألة كانت في منتهى الخطورة، لأن كانوا بيتخذوا مننا مواقف غريبة الشكل ضد المجتمع المصري بشكل عام نتيجة إهمال هذه العلاقات. أنا أعتقد أنه إعادة التوازن فيه وإعادة
إعادة العلاقات ومكانة مصر مرة أخرى في إطار الخريطة الدولية مسألة أصبحت في غاية الأهمية. طب ومدة السنتين حضرتك يا دكتور؟ ولاحظي حضرتك حاجة معينة، مش بس كده، لأنه ما حدث في 25 يناير ثم 30 يونيو كان في ضد المجتمع المصري بشكل أساسي، وبالتالي تغيير هذه الرؤية، تغيير هذه النظرة، صورة المجتمع المصري أمام العالم بشكل أساسي، وخاصة ما يتعلق بفكرة العولمة وإطار حقوق الإنسان في تدخلها في هذه المسألة، التدخل الخارجي في تحت بند حقوق الإنسان، هذه المسألة مسألة في منتهى الخطورة. وبالتالي احنا عدنا يعني استطعنا نعيد التوازن مرة أخرى على قد دبلوماسية لا تقف أمام أي دولة من الدول. والدليل على كده أنه المبادرة اللي قدمها الرئيس لإسرائيل، نعم، يعني هذه المسألة أيضا وصداها على المستوى العالمي، على المستوى العالمي بشكل كبير جدا، إلى جانب العلاقات مع إفريقيا اللي هي أصبحت علاقات طيبة جدا، واللي بتحاول بعض قوى الشر أنها يعني تسيء إليها بشكل، نعم، أساسي، وتسيء للدول التي بدأنا معها علاقات طيبة زي فرنسا على سبيل المثال. العلاقات مع دول الخليج أصبحت علاقات أخرى، وأيدوا المجتمع المصري وأيدوا عبد الفتاح السيسي بشكل كبير جدا. إذن التوازن في العلاقات الدولية والعلاقات الخارجية أصبحت في مستوى عالي جدا، وإعادة مكانة مصر بين على الخريطة العالمية مسألة في غاية الأهمية في فترة أنا بعتقد أنها فترة من الزمن صغيرة جدا، يعني عامين أساس. فعلا لتقييم التحول في من مصر في عزلة من بعد 30/6 ونظرة طبعا يعني سلبية لهذه الدولة إلى نظرة تختلف تماما بعد عامين، يعني نظرة تختلف مع اعتبار إنه مصر واخدة اتجاه استقلال في القرار. نعم، هي دي النقطة المهمة جدا. يعني إن احنا لا نرتمي في أحضان الغرب ولا نحتمي فأحضن أي أحد، أحضن أي أحد. ومع ذلك الخلاف في الرؤى وفي التصور عن ما قام به المجتمع المصري من حركة ثورية لإعادة بناء المجتمع مرة أخرى، مسألة كانت واقفة ضدها قوة كبيرة جدا، قوة عظمى في العالم. وبالتالي إنهم يعيدوا التفكير مرة أخرى في هذه المسألة ليس بالدبلوماسية فقط، وإنما بالقرار مع اعتماد الرئيس على الشعب بشكل عام. نعم، أن الشعب هو صاحب السلطة الحقيقية في هذه المسألة، في تقرير مصيره، في الاستقلال عن العالم بشكل أساسي. طب بالذكر بقى اعتماد الرئيس على الشعب وان ظاهيره هو الشعب المصري، اخر استطلاع رأي لمركز بصيرة اظهر من نتائجه ان 91% من الشعب المصري تقريب راضي عن اداء الرئيس بعد عامين من فترة الرئاسة. بترى حضرتك نسبة التأييد للرئيس 91% راضي عن اداء الرئيس، بتراها ازاي؟ براها إن الشعب وجد إنه هناك بارقة أمل، وإنه لن يفقد الأمل في إنه المجتمع المصري يمكن، خاصة بعد يعني الاستراتيجية الأساسية التنموية في 2030 اللي وضعت بشكل أساسي، أعتقد إنه الشعب المصري أصبح عنده وعي. طبعا في سيولة سياسية في المجتمع، مش أقدر أقول إنها بالمعنى العلمي الوعي consciousness بشكل عام، وإنما بقى في سيولة سياسية، أصبح الشعب مسيس إلى حد كبير، أصبح يستطيع أن يعرف من معه ومن ضده، وأصبح أن هناك بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها بشكل أساسي، خاصة أنه في الفترة الأخيرة بدأت تظهر بوادر جديدة في المجتمع، إنه الرئيس مع الفئات الفقيرة بشكل عام. مسألة